ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ خالد معاكو وفيديو جديد من دي يوتيوب. النهارده هنعمل انبوكسنج للاتش دي كام للبي اس 5. اوكي، هنفتحها مع بعض ونشوف ايه اللي جوه العلبه. اعتقد هي سامبل جدا، علبه سامبل، هيبقى جوه الكاميرا بس، ونشوف ايه مواصفاتها ونجربها على البي اس ونشوف هي تستحق فعلا ان احنا نشتريها ولا لا. تمام، هي طبعا 1080 بي، هي فول اتش دي. تقدر تعمل اديت من البلاي ستيشن على طول في الباك جراوند، ممكن لو كروما هنجربها على الكروما، وممكن تغير الباك جراوند بتاعتك في الفيس كام وانت شغال بيها كفيس كام. اوكي، طبعا هي فيها من تحت كده عباره عن مشبك بيمسك في التي في او في السكرين اللي انت شغال عليها، او ممكن تحطها تحت. تعالوا هنجربها مع بعض، نفتحها ونشوف اللي جواها ونجربها مع بعضنا. تمام، اول حاجه نجيب القطر اللطيف بتاعنا. تعالوا جبت، وهنا زي الشطار كده كده فتحنا العلبه. بسم الله، طبعا دي ملهاش لازمه، هي علبه سيمبل جدا. تمام، نفتح العلبه. العلبه جواها الكاميرا جوه البلاستيك، وفيها كتالوج بيوريك ازاي اكيد تقدر تركبها، او ده المشبك اللي احنا كنا بنتكلم عليه، تمسك في التي في وممكن تحطها تحت السكرين او فوق زي ما انت عايز. تمام، طيب اول حاجه بس عشان في اسئله كتير على ان هي تنفع للكمبيوتر، لا هي ما تنفعش تشتغل على الكمبيوتر. تاني حاجه ما ينفعش تشتغل على البي اس 4 برضو. تالت حاجه هي معموله للبي اس 5 بس، تشتغل على البي اس 5 بس. تمام، الكاميرا بتاعت البي اس 4 ممكن تشتغل على البي اس 5 بس ليها كونفرت اعتقد عشان تشتغل على البي اس 5، لكن البي اس 5 كام بتشتغل بس على البي اس 5. طيب نطلعها من البلاستيك ونشوفها مع بعض. بص انا عاجبني قوي في البلاي ستيشن 5 ان كل حاجاته نفس الديزاين، يعني هو ابيض في اسود وكل حاجاته نفس الديزاين بتاعه. طيب ده اليو اس بي بتاعها، نفتحها ونشوف الكيبل طوله قد ايه. اعتقد الكيبل طويل انف يعني كفايه، قد ايه 6 فيت. طب دي حاجه كويسه جدا ان الكيبل بتاعها 6 فيت. تمام، ده شكلها. طيب هنشيل دي هنا. بصوا بي اس 5 علامه البلاي ستيشن باينه هنا. تمام، في دي كمان لازم تتشال. ده المشبك بتاعها، ممكن تتحط كده تحت التلفزيون كده، او ممكن تمسك في التي في من فوق بالمشبك ده برضو. تمام، دلوقتي هنروح عند السكرين ونجربها مع بعض ونشوفها على البلاي ستيشن. اوكي، خليكم معنا. دلوقتي بقى نركب الكاميرا في البلاي ستيشن، بس اول حاجه احنا ممكن نحطها بالطريقه دي تحت المونيتور. تمام، وممكن كمان نحطها فوق المونيتور بالطريقه دي كده بالشكل ده، وهتبقى جميله جدا الشكل ده احسن. هي طبعا متوافق شكلها مع البلاي ستيشن زي ما انتم شايفين، نفس الالوان نفس الكالر بتاعت البلاي ستيشن. هنركبها هنا زي ما انتم شايفين في اي يو اس بي سواء قدام او ورا، ونجربها مع بعض ونشوف الاوبشنز اللي فيها على البلاي ستيشن. يلا بينا. طيب دلوقتي بقى نجرب الكاميرا، نعملها ادجستمنت ونجربها على البلاي ستيشن. تمام، اول حاجه نفتح السيتنجز. تمام، اكسسوارز كاميرا، ادجست كاميرا. اوكي، كده احنا ظهرنا في الكاميرا. If your doesn't recognize you، لا زي الفل كده. Next. اوكي، good. Next. دلوقتي بنعملها adjustment، your camera has adjusted. تمام، نخش نشوف بقى ايه capture broadcast كاميرا، نفتحها. واو،
كده دخلنا على البرودكاست عشان نعمل طبعا ستريمينج، نشغل الكاميرا، الكاميرا كده اشتغلت وكده. السايز ممكن نغيره سمول ميديوم او لارج، خلينا على اللارج عشان نتفرج عليها كويس. كليب ماسك نون سيركل، هذا كروما كي عشان لو زي ما انتم شايفين وراكو اخضر كده زي ممكن تشوفوه في الكاميرا زي ما انتم شايفين كده. اوكي اوتو كي مش عارف ده ايه. اوكي نون ده كده يجيبك انت الخلفيه. فليب هوريزونتال كده بيغير لك البوزيشن بتاعك، يجيبك يمين وشمال تنتنت. الافكتس في ده واو وحش جدا، وده اوحش. يا سلام يا سلام. طيب البرايتنس تقدر تغير البرايتنس هنا، تعليه توطيه زي ما انت عايز كده كده كده. طبعا انا مش هعمل فيه حاجه، ارجعه تاني كده. كونتراست برضو تقدر تغير في الكونتراست والشاربنس، اكيد هتلاقيها برضو تغير. اوكي طبعا هعملها ايه، restore details. اوكي كده نقدر نفتح تاني من الاول. اوكي ده ريفوكس اون يور فيس، يعمل لي ريفوكس على الفيس بتاعي، هيعمل تركيز على الفيس بس عشان خاطر لو انا طالع ستريمينج وعايز فيس بس بتاعي يبقى طالع تمام. زي ما انتم شايفين كده خلصنا الانبوكسنج وتركيب الكاميرا في البلاي ستيشن وعملنا الادجستمنت. كده الفيديو بتاعنا خلص النهارده للانبوكسنج بتاع النهارده. اشوفكم في فيديو جديد ومنتج جديد او برودكت جديد وانبوكسنج جديد. سلام. Light work and the pace on the track on my face in the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap.